تحية لكم أعزائي المشاهدين وكل يلي عم بيتابعونا. نحن اليوم باستوديو سيدة جبرة لننقلكم جلسة تصوير خاصة بمجلة سيدتي اسمها فاشن وورلد بيوتي، عنوانها مميز جدا وجديد من نوعه يلي هو تصوير من وحي السناب شات. خليكم معنا لتتعرفوا على التفاصيل. بدك تخبرينا شوي عن فكرة التصوير اليوم وكيف قدرتوا تترجموا سناب شات بأزياء وبيوتي. نحن لأنه هلا بعصر السناب شات صار شيء ضروري واحد يكون عنده إياه على التليفون، دونك قررنا نعمل شوت ريليتد للسناب شات وأخذنا استوحينا الألوان اللي هن أصفر وأبيض وأسود واستعملناهم كهن كالميك اب كالتيب كل شيء اسمه كمل اراوند فور ذا شو. والخبيرة الموضة يلي معكم اليوم شو يعني شو قررت شو عطت من نفسها من جوني ماتا هي الستايلست ونقت كل شيء كمل اب اسود اسود واصفر وابيض هلا بتشوفوا معنا